اليوم كنعيشوا الدوره الثالثه من سهرات مازاغان. اليوم السهره هي سهره روحانيه بامتياز، استضفنا فيها فن الملحون واستضفنا العملاق ديالنا الحاج محمد باجدوب، اوركسترا امين دبي والمنشد محمد العروسي. هذا الحفل هذا كيجي كما اشرنا في البرمجه السنويه ديال سهرات مازاغان اللي كتكون من 6 ديال السهرات ان شاء الله اللي غيتم تنظيمها طيلة السنة بمعدل ديال سهرة كل شهرين. هالتظاهرة هذه كتنظمها شركة سينياتور بشراكة مع منتجع مازاغان اللي غيحتضن طيلة هاد 6 تظاهرات إن شاء الله. الهدف من هاد التظاهرة هي خلق واحد الفضاء للفنان المغربي اللي نقدروا أننا نعطيوه نوفروا لجميع الإمكانيات المتطورة، لا من خشبة لا من الصوت لا من الإضاءة الإنارة، كل شيء يكون في مستوى الكبير ونعطيه واحد الفضاء واحد المساحة في أنه يقدر يبينوا الفن ديالهم. اليوم سيدي ما كتبش عليك. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. هاد الحفلة هادي ديال اليوم أنا فاجأتني، ما كتبش عليك، لم أكن أتوقع أنه غتكون بهاد الحرارة وبهاد الحضور العجيب وبهاد التنسيق وبهاد النظام. فأتمنى أنا إن شاء الله أنه تكون حفلات من هذا القبيل تكون إن شاء الله في المستقبل ولو غير مرة في الشهر.